رحمة الله، مواطني الأعزاء، أقدم إليكم اليوم حصيلة الوضع الوبائي لمرض الكورونا المستجد في السودان. للأسف الشديد وصلت الحالات بنهاية يوم الأحد، منتصف ليلة الأحد امبارح 12 أبريل، وصلت إلى 29 حالة باكتشاف 10 حالات جديدة بنهاية اليوم الأحد بالأمس. من هذه الحالات يوجد رجل واحد أجنبي توفي إلى رحمة مولاه داخل المستشفى في الخرطوم. من 10 حالات توجد حالة واحدة في ولاية نهر النيل محلية أبو حمد. بقية الحالات الجديدة المكتشفة 10 هم أحياء، وبقيتهم بولاية الخرطوم بمحليات أم بدة، أم درمان الفتيحاب، الخرطوم جبرة، شرق النيل، الطائف، ومحليات أخرى لم يتم التعرف عليها بعد. من هذه الحالات 10 بما فيهم المتوفي إلى رحمة مولاه توجد حالتين للنساء، وتوجد والبقية هم رجال تتراوح أعمارهم ما بين 23 عام 23 سنة، وأكبرهم سنا 72 سنة. ما زال الوضع الصحي يبارح مكانه، ولسه ما عندنا أدوية، ما عندنا معينات وقاية للكادر الصحي، قربت تخلص أو انتهت، جات إرسالية بسيطة بتاعت كمامات. ما عندنا عدد من الفحوصات، بادية تتناقص بعد الإرسالية اللي رسلوها لنا كمنحة من رجل الأعمال الصيني، ومجتهدين عشان نجيب من برا نستورد، ومجتهدين أيضا عشان نحاول ننتج ما نستطيع إنتاجه هنا في السودان. من الأشياء المهمة جدا جدا الناس تكون عارفة إنها هذه الحالات في منها على الأقل 4 مخالطين، إضافة إلى كده 5 مخالطين، آسف، لأشخاص مخالطين من 10 حالات دير، في منهم 5 حالات أشخاص مخالطين لناس جو من الخارج، من مصر، من الولايات المتحدة الأمريكية، و2 مخالطين لمرضى بيتعالجوا حاليا. يوجد أحد هذه الحالات هو من الكوادر الصحية أيضا، للأسف الشديد توفي على رحمة مولاه إحدى الحالات اللي كانت أصلا في عنبر العزل من ضمن 19 اللي قلناهم بنهاية يوم امبارح. معناه جملة الوفيات عندنا حاليا 4 وفيات و29 حالة مؤكدة معمليا. كل الحالات موجودة في ولاية الخرطوم كما قلت، وحالة واحدة في ولاية نهر النيل. وصلنا الآن بهذه الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة إلى مرحلة الانتشار المجتمعي بهذه الإحصائية. مرحلة الانتشار المجتمعي هي بداية الانزلاق نحو انتشار واسع لهذا المرض. نناشد كل من ما زال يتجمع، سواء كان في الحلة أو مكان العمل أو في الأسواق، إنه يوقف التجمع. نناشد كل من لم يبلغ بعض عن حالة أو تبليغ عن نفسه أن يبلغ الأرقام 9090 أو 221 لكي يتم الكشف عليهم ويتم حجرهم أو عزلهم. ونناشد أيضا كل القوات النظامية أن تقوم بدورها في حماية الكادر الصحي، سواء كان في نقاط التفتيش حيث ما زالوا يتعرضون لمضايقات حتى ليلة أمس، إضافة إلى حماية الكوادر الصحية وكل الكوادر الأخرى التي تتقصى أو تصل المخالطين أو تزور الأشخاص أو العاملين في المعامل أو الذين يأخذون العينات أو العاملين في المعابر المختلفة البري منها والجوي والبحري. الكادر الصحي هو خط الدفاع الأول في الوقاية وخط الدفاع الأخير في العلاج لهذا المرض.
نستمر في محاولة إيجاد واستيراد فحوصات تساعدنا في زيادة الفحص وسط المجتمع السوداني في كل الولايات. ما زالت مجهوداتنا تصطدم بحقيقة أن كثير من الدول اللي بتصنع حتى لو الشركة راضية تبيع، الدول دي بترفض إنها تصدر لأن الدول ذاتها محتاجة للفحوصات. نفس الشيء بالنسبة لألبسة وأقنعة وقفازات ونظارات الوقاية الشخصية للعاملين في الكادر الصحي الملاصقين للحالات المشتبهة والحالات المؤكدة. فيما يختص بالمعامل، ما عندنا مقدرة إن نحن ننتج الفحص المعين التأكيدي المعترف به اللي بيساعدنا في الفحص، فحنواصل في مجهوداتنا إن نجيبه من الخارج. فيما يختص بالألبسة الواقية وكل معينات العمل بما فيها الدواء والأدوية المنقذة للحياة، تستمر محاولاتنا للإنتاج المحلي، تستمر محاولاتنا لتوزيع كل ما هو موجود حاليا توزيع عادل وسليم لكل الكوادر الصحية عشان يقدروا يقوموا بالشغل بتاعهم. نناشد المواطنين عدم التجمع، عدم مخالطة الأشخاص، والتبليغ عنهم والتبليغ عن أنفسهم، والتقدم إلى الأرقام 9090 و221 لو في حالة بتاعت اشتباه عشان نقدر نساعدها سريع. أترك المجال الآن لزميلي سعادة الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام ليطلعكم على ما خرجت به اللجنة العليا لطوارئ الكورونا اليوم في اجتماعها الذي استمر أكثر من 3 ساعات بالقصر الجمهوري، وشكرا جزيلا. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. كما تفضل وذكر الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة، فإن اللجنة العليا للطوارئ عقدت اجتماع مطول استمر من 1:00 حتى 4:30، وبدأت بالاستماع إلى تقرير وزارة الصحة الذي تلاه عليكم الدكتور أكرم علي التوم، وهو تقرير طبعا مقلق، وننوغش في اجتماع لجنة الطوارئ العليا بتفاصيل كثيرة. ودعا لجنة الطوارئ العليا لأنها تلجأ لاتخاذ الخيار الذي كانت وزارة الصحة تطالبه منذ فترة طويلة، وهو قرار الحظر الكامل. اللجنة بعد مداولات طويلة والاستماع إلى تفاصيل من اللجان الفنية واللجان المساعدة والجهات اللي عندها علاقة بالسلع والمواد التموينية وتوفيرها وغيره، اتخذت قرارا بفرض الحظر الكامل مدة 24 ساعة يعني في اليوم على كل ولاية الخرطوم ابتداء من يوم السبت القادم. وخلال 3 أيام القادمة دي اللجنة الفنية هتشتغل على إعداد التفاصيل وإعلانها تباعا، ومنها مثلا بالتأكيد طبعا هيكون في إجازة للقطاع العام والخاص طوال هذه 3 أسابيع التي سيشملها الحظر الكامل لمدة 3 أسابيع، ما عدا الجهات الخدمية المرتبطة بمعيشة المواطنين بشكل مباشر زي شركات الأغذية والمواد الغذائية وغيرها وغيرها، دي حيتم استثناء، واللجنة الفنية ستعمل على موضوع الاستثناءات. سيسمح للبغالات والصيدليات في الأحياء بأنها تفتح لساعات معينة حتى تستطيع أنها تمد المواطنين بالمواد والسلع التموينية اللي بيحتاجوها. سيكون هناك عدد من الساعات خلال اليوم يرفع فيه الحظر ليسمح للمواطنين بالتحرك في إطار الأحياء لجلب المواد التموينية والخبز وغيره. اللجنة الفنية ستعلن خلال اليومين القادمين عن المدى الزمني بتاع الساعات التي سيرفع فيها الحظر، استثناء كما ذكرت في الحركة داخل الأحياء، بالإضافة للاستثناءات الممنوحة للقطاعات اللي بيتطلب عمل الحركة حتى أثناء ساعات حظر التجول. هذا القرار كما ذكرت سيبدأ تطبيقه ابتداء من يوم السبت القادم، وقد روعي أن يعطى الناس 3 أيام عمل حتى يستعدوا خلال أيام العمل القادمة، بحيث أنه آخر يوم عمل سيكون يوم الخميس طبعا والجمعة عطلة، وابتداء من يوم السبت يبدأ الحظر الكامل لمدة 24 ساعة في حدود ولاية الخرطوم، ويترك للولايات أنها تقدر الأمر، لأنه حتى الآن نحن كل الإصابات اللي عندنا بالفيروس هي موجودة داخل ولاية الخرطوم ما عدا حالة واحدة في نهر النيل كما تفضل وذكر الدكتور أكرم وزير الصحة، كل الحالات الأخرى في ولاية الخرطوم، ولأن الولايات الأخرى لم يثبت فيها حالات، لذلك رؤى في اللجنة العليا للطوارئ أنه يكون الحظر شامل لولاية الخرطوم وحدها، ثم يترك للولايات حسب التقارير الصحية أن تتخذ ما تراه مناسبا. كما ذكرت اللجنة الفنية ستعلن تباعا على التفاصيل خلال
يوم قادم والأيام القادمة، في استثناءات في ساعات بتاعة إفساح للناس للحركة داخل الأحياء للحصول على المواد والسلع التموينية، في إجراءات اتخذت لتأمين وصول المواد والسلع التموينية للمواطنين في كل مناطق ولاية الخرطوم. واحدة من التقارير استمعت إليها لجنة الطوارئ العليا متعلق بموضوع السجون، لأنه تم طبعا إخلاء بعض السجون في ولاية الخرطوم. النائب العام قدم تقرير أنه اليوم وقع على قرار بتاع إخلاء سبيل برضو سجون مساجين الحق العام في بعض مناطق السجون في ولاية الخرطوم، وأنه مباشرة سيمتد القرار إلى الولايات، سيتم أيضا الإفراج عن سجناء الحق العام في الولايات، لكن بيتم مراجعة دقيقة للكشوفات بحسب الجرائم المرتكبة. أخيرا برضو لجنة استمعت لتقارير عن دعومات ومساعدات مالية من مواطنين والجاليات السودانية في الخارج بتواجهها الآن بعض مشاكل التحويلات البنكية المعروفة بين السودان وبين الدول الأخرى، ولكن جاري العمل واتصالات مع بعض الدول حتى يتم حل هذه المشكلة، حتى تتدفق المساعدات والمعينات المالية والعينية من الجاليات السودانية في الخارج لمساعدة وزارة الصحة في مواجهة وباء الكورونا. شكرا جزيلا.